جينا مسكنا صديقي ومشينا مع بعض كده، فكنا دخلنا، انا بعتبر ان احنا بنتكلم داخلين على قصر اللي هو قصر سورة البقرة، لان سور معناه او سورة دي معناها حدود. انا بعتبر ان القرآن في 114 قصر، اول قصر واكبر قصر هو قصر سورة البقرة، فهنقابل شخصيات كتيرة جوه القصر وهنعمل حاجات كتيرة جدا. خلاص يبقى إبليس دخل لآدم وقال له، فآدم أكل. هتيجي بعد كده رقم، بص، عدم الكبر والفهم عن الله في التغيير، ملء الفراغ العاطفي بالله وبالصلاه اللي ربنا ادالك، حب وجوز واعمل كل اللي انت عايزه، وملء الفراغ البطن ده بالأكل الحلال الطيب، لأن فيها أكل مش حلال ومش طيب. خلاص، طيب نيجي بعد كده النقطة المهمة جدا 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 جدا، اللي هي إيه بقى؟ إنه وصولك أو 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 يعني ارتباطك بإبليس، أنا هنا تسمع لإبليس هيحصل لك تعري. يا ترى كلمة تعري اللي حصل لسيدنا آدم دي معناها تعري مادي ولا معنوي؟ يعني يا ترى التعري ده كان مادي ولا معنوي؟ الاثنين، يعني فضيحة، يعني إحساس بال، خلي بالكوا سيدنا آدم طيب، فإحساس بالذنب ما ده بيخليك تبقى حاسس مكسور وتعبان وتشاف عليك ده. وطبعا التعري الجسدي، العورة تكشف. خلي بالكوا إنه إبليس بيعمل كده دلوقتي حاليا فينا. ادخل على يوتيوب شوف 2024 الآن فيها ايه، ادخل على يوتيوب كده وشوف، وادخل وشوف ايه كمية الناس اللي بتفتح بيوتها، مش بكلمك على عري الجسد بس، تفتح بيوتها عشان تعمل فيوز، ولما تعمل فيوز الناس تشوفها، واخر مش عارف لما مش عارف كلت فين ولما شربت فين، نوع من انواع كشف ستر الله عليك، وكأنه نعمة كبيرة جدا الستر، كأنه نعمة كبيرة جدا جدا الستر، وتخليك ملك فعلا، وتخليك خالد الذكر. من 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 اهم النعم يا جماعه اللي اهم من الملك والخلد، وانت فكر فيها كده، انك تكون مستور. ومستور دي يا جماعه حاجه حلوه، مش معناها بس متغطي، مستور بمعنى انك سمعتك مستوره، ان سمعتك حلوه بين الناس، محدش يعرف عنك حاجه، محدش يعرف عنك تفاصيل، محدش يعرف لحظات انكسارك، واخدين بالكم؟ يبقى خلي بالك من الحاجات دي، الكبر الكبر والاكل اللي مش طيب، وملء الفراغ العاطفي بشكاوى الملك والخلد او السعي للملك والخلد، هي حاجه مش هتحصل. عدم ادراك التغيير زي ما قلنا، مش مدرك التغيير. والنقطه اللي بعد كده الستر، الحاجات دي كلها ما تجيبش ستر. لو انت عندك شهوات واكلاك، في يوم من الايام هتتفضح، في يوم من الايام الحاجات دي هتبان. فانا لو عايز ستر، اهدي بقى ايه من روع شهواتي، اهدي من روع ايه، من روع شهواتي. واكتر حاجه والله بتبقى مش فعلا مش مستور فيها، لما يبان انه بيغل ويحقد ويحسد على على الاجيال الجديده، على ظهور مثلا دكتور طبيب جديد او داعيه جديد او مهندس جديد، فتلاقي كميه يعني بدا يظهر بقى ايه، ما هو ده عدم الستر، على لسانك السباب وعلى لسانك الشتم وعلى لسانك وعلى ملامحك الغيظ. خلاص، زي بالظبط كده لما تاكل اكل زي ما عمل سيدنا ادم، اكل مش كويس، فتزيد بقى بطنك توجعك ويجي لك دايريه فيبقى ادي عدم الستر، هتتفضى، هتعرف. زي لما تكون مشغول بالملك والخلد، يملى دماغك الملك والخلد، فيبقى باين عليك انك عايز تنهم اي حاجه وعايز تقتنص اي فكره. لا، هدي من روعك، انا عايز ارجع للجنه. ما انت عندك ملك وعندك خلد، ما انت عندك الخلد في الجنه زي ما قالهم فيها خالدون، وعندك الملك المعنوي الجميل، لك ملائكة ولك حفظة ولك وضمنت لك رزقك ويا سيدي ده هقول لك على حاجات وعلى كلمات تحميك وتديك الملك والخلد. ومن هنا جه النور بقى. بص،
هو انت لو طفيت النور وده حصل بقى مع سيدنا آدم، انا مش هبقى شايف كويس، وابقى شايف الماديات فقط، الملك والخلد في الدنيا. طب لو نورنا النور، لا لو نورنا النور لا، الملك والخلد في الآخرة، لأن الدنيا دي كده إلى زوال، مفيش ملك وخلد في الدنيا. تضحك عليك.